الحق ما والعدل ما. لما مات عاشور الناجي أبو الحرافيش في حارتنا، يا ما أخذ من الأغنية بالحق وبالعدل ووزع على الحرافيش. الحق عاش والعدل عاش مع شمس الدين ابن عاشور، يا ما عشنا تحت ظله سنين وسنين، لكن شموع الحق والعدل بتنطفي مع كل نفس خارج من صدر شمس الدين الناجي. سلامتك يابا، سلامتك من رقده سيد الرجاله. غفاره ارفص المرض يا معلم شمس الدين، ده انت طول عمرك في توتنا، انت اللي حمينا. غفاره مفيش خساره ولا حاجه، ربنا يديك طول عمره وتقوم بالسلامه. حموت وما سبتلكمش راجل ياخد الكفانه بذراعه يحميكوا ويدافع عنكوا من بعدي. وانا مش راجل يابا. انت سنان وخسارتك يا شمس الدين، ابنك اللي حلفك ملوش في الفتوانه. اسمع سنان، انت ممكن تعمل اي حاجه الا فتوه الحرافيش. يا خساره يا خساره. انا لله وانا اليه راجعون. الحق مات والعدل مات، ويا ويلكم الظلام اللي هتعيشوا فيه بعد شمس الدين الناجي يا حرافيش حارتنا. ايه ده يا سليمان؟ شايل نبوت المرحوم ابوك ليه؟ عايز العهد. كان اداهولك المرحوم قبل ما يموت، لكن ده كان طول عمره بيقول اني ماليش في الفتوانه، بس انا مرضاش ان العهد والفتوانه يخرجوا من بيت الناجي. يا ابني الفتوانه مش بالنيه. اتعلم. طريقها طويل. امشيه. وصعب. اتحمله. يبقى مفيش غير ابو طيره. فتوه العطوف. كم من صبيان ابوك ومن دراعه تقدر تشرب الفتوانة على أصولها.
ونعم الفتوانة ونعم الأخوة. الشيطان بيوز وعايز يسمع صوت نبوت عتريس وهو بيطقطق له عظم راسه. انا عتريس. انت ايه يا جوز اختي؟ ما اسميش جوز اختك. عايز ايه يا ابن سيدي وتاج راسي؟ عايز نبوتك يقف لنبوت شمس الدين الناجي في ايد سليمان ابنه. كف ايدك ملوش عزم الكف اللي عفقت النبوت بقالها سنين. بيني وبينك الساحه. اشهدوا يا ناس، اشهدوا اهل الحاره، الايد اللي اتمدت لخير شمس الدين الناجي يعز عليها تتمد بالاسد ابنه. تبقى خايف يا فتوة حارتنا سليمان؟ كلمة واحدة وخليك تتمنى لو اتولدت من غير لسان. لساني لو قاصر مش هيبقى تحت وصايتك يا عتريس. انهينا يا شيخ الحارة. ما اقدرش يا عتريس، ما اقدرش ارفع زندك واقول عليك فتوة الحارة. ابن الناجي مدلك نبوته والاصول تنزله. أصول؟ عندك حق يا شيخ الحارة، الأصول إن الكبير لازم يقدر الصغير. الكبير كبير بنبوته يا عتريس. تبقى زنيت على روحك يا ابن الناجي. مين اللي علمك مسكة النبوت يا سليمان؟ يخرب بيتك. فتوانة ونعم الأخوة. يا رب
ربنا ينهيها على خير يا رب. الهي لا تسيئني لا في جوزي ولا في اخويا. واحنا لحقنا نرتاح من شمس الدين لما يطلع لنا ابنه؟ اللي مش قادر افهمه ازاي الواد ده نال طول عمره مالوش في الفتوانه، ابوه نفسه كان رايه فيه كده. طب امال خايفين منه ليه؟ لما هو وحش بشكل ده. احنا اصحاب مصالح في الحاره يا حاج جوده، لينا تجاره يتخاف عليها. طب ما نسحبه من وسط الحرافيش. ازاي؟ هو بقى فتوه ولا بالحرافيش؟ اذا كان مستاوي برجالته احنا نساقوا عليه براس مالنا. قصدك ايه يا فوزي بيه؟ قصدك نبرطله؟ ليه لا؟ محدش طلع من قيمة الناجي بتاع فلوس. مش لازم نقدية، نشركه معانا في التجارة. لا يا معلم حفني، دود الأرض يحن لطينه، والواد ده ما يستجراش يبعد عن الحرفيش، دول عزوته وسلاحه، ما أنت سامع بيهللوا له إزاي؟ صباح الخير يا رجال. صباح الخير. أهلا يا ست سمير. شفت يا سنية اللي حصل؟ فتوة جديد ومن عيلة النادي، مصيبة جديدة وحطت على راسنا. جدي عاشور الناجي لما زرع شجرة الفتوانة زرعها عشان كنتوا، انتوا مش حد غيركوا اللي استفيد من خيرها وضلها، وانا وربنا يشهد على قولي همشي على سلوه، دراعي مش هيترفع غير عشانكوا، قوتي مش هتظهر غير عشان تحمي الضعيف فيكو، وحد الله بيني وبين مليم يستاهلوا اصغر واحد فيكم. او ده كلام العصيم ابن الاصول. احنا رجالتك يا معلم، واحنا من ايدك دي لايدك دي. وانت يا عتريس، انا النهارده فرحتي فرحتين، فرحه بنسيب اللي اتسايد على الحاره، وفرحه بابن معلمي اللي وقف على رجليه وخد العهد بدراعه. إيه؟ ايه البلو اللي انت عاملاه ده يا فتحية؟ اقل منها يا سيد الرجالة. هما يعني كانوا سلطنوني على البر كله؟ سلطنوك على قلوب اهل الحته، نورت الحته، شرفت الدار ابو نسب. لو اقدر اقسم قلبي حتتين ودي كل واحد فيكم حته، بس بتوصي بالحته بتاعتي شويه. ده انا كنت واقفه وربنا بس هو اللي عالم بحالي، واقول له يا رب طمني على اخويا. راح مطمنك على جوزك. هو انا معقول ايدي تتندم الاذى على ابن سيدي ولي نعمتي؟ ده انا كنت اقطعها. تسلم لي ايدك ودراعك يا عتريس. تعيش يا معلم. اشرب الشاي ويلا بينا. زادك سابق. طب يلا بينا نلف على تجار الحته نلم الفرده. اوام اوام كده، ده احنا لسه راجعين. استهدى بالله وارتاح لك حبتين. انا قلبي مش هيرتاح غير اما اريح اهل حتتي، غير اما اخد من الغني ادي للفقير. لما اسمع الغلابه بيقولوا الحمد لله، ساعتها بس بالي يهدى وقلبي ارتاح. يلا بينا. ربنا معاكم. اهلا اهلا بالمعلم سليمان. اهلا وسهلا. شيل 8 شويله رز وثلاث زنابيل عجوه. يا معلم سليمان الامر اللي عندي 4 تشويله زنبيل واحد بس. دي حصه الشهر اللي فات. السوق ماشي مع السمريه. شيل عتريس. ماشي يلا. استنى شويه يا معلم عتريس. معلش شويه. يا معلم سليمان اعمل معروف، استنى شويه لما يجوا اصحاب المال وابقى فاهم معاهم. حق الغلابه ما يستناش، اصحاب المال هم اللي يستنوا. شيل عتريس. ماشي. مفيش خردله هتخرج من هنا من غير اذن اصحاب المحل. يا ست ثانيه، ده المعلم سليمان الناجي الفتوه الجديد.
فتوى على نفسه مش على مال الغير. انا باخد حق الحاره، حق الفقرة اللي فيها من الاغنياء اللي منها. يوه صحيح، لا مؤاخذه، ده انا نسيت، ده انت بقى فتوه الفقر. انا فتوه الحاره كلها الا انا. لا ده انت واخوك وابوك وبقيه العيله. بقولك ايه، انا شايفه كده بقى انك ليك مزاج تضربني قلمين. مشوا الست دي من قدامي قبل ما ارتكب جريمه. الست الثانيه امشي دلوقتي واخذ الشيطان. انا واقفه في ملكي والغريب هو اللي يمشي. لا بقى بالاذن يا معلمه، البنت دي لازم تتشبح على باب الحاره. استنى يا عتريس، لو ما كانش كلام الناس كنت وريتك مقامك، لكن ومقام الناجي الكبير لكن حاطط راسك في سبع ارض يا بنت السمري. بينا دلوقتي يا عتريس، انا مش هتفاهم مع الحريم. يلا مالك يا معلم؟ مش زي عوايدك. النوم طاير من عينيا. اوضب لك الجوزه؟ لا مزاجي متعكر. من ده اللي يستجري عكار؟ بنت السمري. وديش تكون عشان تعكر لك مزاج؟ خليتني اعلي صوت عليها لما رحت اخد الفرده من دكانه. يا شيخ نام نام، اقول اعوذ بالله من كيد النسا. ايوه اعوذ بالله من كيد النسا. صباح الملك لله. صباح الخير يا دوما. صباح الخير يا معلم. صباح الخير يا معلم سليمان. صباح الخير. في عندنا كده نقل في الوكاله. وماله؟ صباح الفل. صباح الفل يا عتريس، اركب. على فين؟ نقل وكاله السمري. يلا يا دوما اطلع. حاجة تاني تشكر كده يا اسطى. البضاعة دي رايحة فين إن شاء الله؟ إن شاء الله على بيت السمري. وعلقنا هنتحاسب عليه هنا ولا هناك؟ وصلوا انتوا بس البضاعة وارجعوا بالسلامة، هتلاقوني مجهز لكم الحساب وفوق منه بوسة. خلي البوس لأصحابه، احنا بتوع الشقة بس. دستور يا رب يا سر. شايف العز عتريس؟ بس اللي يبص لفوق يطلع يا معلم. هو فوق بعقل يا سيدي. كده نعمه، انت هتقف تتامل. طيب اروح انا اجيب بقيه البضاعه. انا جاي وراك. عجبك بيتي؟ والله استنى واقصد استنى. نعم خد. ايه دول؟ حق النقل. الحساب في الدكان. حساب الدكان حاجة وحسابي أنا حاجة تانية. أنا ما باخدش أكتر من حقي. يوه أمال كنت حمق نفسك في الدكان كده ليه؟ عشان ده كان حق الناس اللي ما بفرطش فيها أبدا. ومستعجل كده ليه؟ رايح أشيل بقية البضاعة. يا دي العيبة، فتوة وتشيل على كتافك؟ أمال الفتوة يعمل إيه؟ الفتوى يقعد مطرح زين قعدته، يؤمر وينهي ورجالته تسمع وتقول امين. ده ما يبقاش فتوى، ده يبقى بلطجي. بالاذن. بالاذن يا ست هاني. بنقول بالاذن. اعمل لك ايه؟ ما مش هنقضي النهار في نقله واحده. حاضر يا معلم. ايه اللي عملته ده؟ مش تفتح ياما؟ غصب عنك يا ست هاني. اصل انا انت ايه؟ انت صحيح عم فضل؟ الله، برضه المره دي هتسكت لها يا معلم ولا تسد ونرد عليها؟ مفيش داعي يا عتريس، برضه احنا ناس نفهم في الاصول، ولا حبش يتقال علينا بنعتدي على الناس في بيوتها. امرك يا معلم. يلا بينا. استنى انت، روح انت. يكون احسن. واستنى انا ليه؟ ما انا عربجي زي زيهم، ولا احنا على راس الريشه. انت على راسك تاج الفتوانة. هما اللي لبسوهولي. قصدك مين؟ العربجيه؟
الشحاتين الحرفيش اهلي وناسي. لا يا سليمان، انت ما اتخلقتش عشان تعيش في وسط دول، دي حاجه تانيه خالص. انت لازم تعيش في سرايا. سرايا؟ سرايا كبيره، الخدامين تحت رجليك، والجواري رهن اشارتك، الكل مستني يسمع كلمتك، والكل عايز مشورتك. انت عايزه مني ايه؟ لسه مش فاهم يا سليمان يا ناجي. انا فهمي على قدي، انا عربجي. وانا نفسي ابقى فرسه العربجي. والله يا راجل انا شفت لك رؤيه ليله امبارح، ربنا يجعلها من حدك ومن نصيبك. خير اللهم اجعله خير. علمت يا سيدي ان في ناس طيبين طالبين القرب منك. كفى من افوات الشيطان يا شيخ الحارم. الله، الشيطان ماله ومال الحلال يا معلم سليمان؟ حلال والباب مفتوح قدامك، مستنيك تخطي وتخش. خش فين بس يا شيخ الحاره وانا حيالله حته العربات. يا راجل ما تنزلش من مقامك كده. لكن انا كده مش مستريحه، ما اقدرش اسيب العز وسرايه اهلي عشان اجي اعيش معاك في عربخانه. انا برضو عايش في عربخانه يا بنت الاصول. امال عايش فين يا ابن الحرفيش؟ في البدروم اللي شاف احلى ايام الناجي الكبير، اللي اتولد فيه ابويا وعاش ومات وهو فتوى على الخل كله. ابوك وامك كانوا غاويين فقر. وانا زيد عنهم في ايه؟ انت هتتجوز؟ هتجوزك واسيب البدرون وتعيش معايا هنا؟ ده الحرفيش تاكل وشي. وانا هتجوزك انت ولا هتجوز الحرفيش؟ انا فتوتهم. وانا بموت في فتوتهم. خلاص يبقى تسمعي كلامي وتعيشي معايا مطرح ما اقولك. ودرتي فتحية مالها؟ هعيش معاها تحت سقف واحد؟ وفيها ايه؟ ما انت هتبقي حلال والشرع محلل الأربعة. يا مصيبتي، يعني ناوي تتجوز اتنين بعدي؟ انت لا بعدك ولا قبلك يا سنية، انت خلاص اتربعت في قلبي وعششت في نفوخي. لحست مخك وما الحزن اكلت عليك لحد ما نزلتك روحك. انا يا وليه؟ ما انت هترميني في الشارع اهو. ليه بس يا فتحية وانا كنت قليل الاصل؟ امال هتعيش معاها في السرايا؟ لا طبعا، هي اللي هتيجي تعيش معانا هنا. عايز تكدني يا سليمان؟ عايز تشعل النار في قلبي يا ابن الناجي؟ لا اله الا الله، ما مش معقولة يا فتحية اروح اعيش معاها في العز والفخفخة وانسى اصلي، انسى ناسي واهلي. عايز تذبحني تحت رجلي يا سليمان؟ لا اطمني يا فتحية اطمني، ربنا قال وان خفتم الا تعدلوا، وانا مش خايف، انا عارف روحي كويس، انا كل شيء عندي ماشي بالحق وبالعدل. شرفت بيتك يا عروسة. أمال فين فتحية؟ فتحية بقى عايزاها تتوجد ليلة دخلتنا يا سنية، مش حرام عليكي؟ أنت إيه عايزة تقتليها؟ إن جبت الحق أنا عايزة أقتلك أنت. طب أما نشوف بقى
مين اللي حيدتك؟ العرباجي انتوش طلبتك في فارس العرباجي؟ امال فين الاسطبل؟ اسطبل؟ قلت النوم يا عرباجي. تعالي معايا تعالي. قدامك ايه؟ سمي وخش برجلك اليمين. هو ايه اللي عندي نقله جوه وعايز احملها؟ مش عايزين النهارده، راح شوف لك نقله في حته ثانيه. ناحيه ثانيه. اسرح يا عربان. عشان الباب. حرقت من الشباك. عيني عليك يا بنت السمري. معلش تروق وتحلى. عيب كده يا سنية. افتحي. لما يجي مزاجي. وهيجي ازاي مزاجك وانا بره؟ يا سلام، ما تكونش فاكر نفسك عنتر ابن شلبان. طب مش فاكر. ايوه سنية. عليكي وعلى اللي يشددولك كمان. ابعد عني وتوحد يا قاسي. سينما دستور. دستور يا سيادي. دستور دستور دستور. خد يا جمال العمل ده، تحطه لها في فرشتها، هتبقى في نظر جوزك قردة ويجيلك مشتاق في ليلتها. واحبل يا خاله. ايه اللي تحبلي؟ ده انت هتجيبي بدل العيل داستا دستور. اسمع منك اللي ما يخيب راجل عبده. بس بقى احتاج الاسياء. رقبتي عشان الثياب. عاوزين ديك احمر بعلامه بيضاء وخروف اسود بليا مدلدله وجوز فراخ بداره عزاره، ما نستهمش دي لا في عشه ولا في حاره. كل طلبات لي ثياب مجابه، بس سليمان يرجع لي واخلص من بنت السمري. دستور دستور يا سيادي دستور. واحد متربي في الحاره وعاش فيها وحيموت فيها. انا
اختك على ايدي عشان تتجوزني؟ مش قصدي، انت نسبك يشرف كل حاجه يا معلم، لكن احنا ناس واخدين على تربيه السرايات ولينا معامله جنس تاني، واذا كان اول النسب كده امال اخرته تبقى ايه؟ انت نسبك ما يهمنيش، انا اللي يهمني مراتي، وان كان رايها من رايك يبقى خلاص ما عنديش مانع، نخلص من بعض وكل واحد يروح لحاله. وانا على لسان اختي اقدر اقول لك انا ليا لسان اتكلم بيه يا مصطفى، وانا ما طلبتش منك تعمل لي افوكادو. سيبنا لوحدينا شويه. وراس عاشور الناجي، لو واحدة غيرك عملت عملتك دي وسابت البيت من غير رضايا لكنت دفنتها تحت التراب. ما انا عارفة انك بتحبني. طب لو حبيبك عسل ما تلحسوش كله. مالكش دعوة بالعسل، خليك انت قاعد مع المشرب ودوده. ارجعي بيتك يا سنية. انا قاعدة هنا في بيتي. بيتك مطرح ما يكون جوزك يا سنية. بيتي مطرح مرتاح يا روح سنية. كده اهو. طب روحي وقفي. ما تنطقهاش، اوعى تقولها. وحياة ابنك اللي ببطني. تقولي ايه؟ انتي ايه؟ هجيب لك فتوة نونو. يا الطف الله، واقفة معايا وبتتكلمي وبتروحي وبتيجي. امال هعمل ايه؟ تروحي ترتاحي في سريرك. لهنا. مطرح ما يريحك ويعجبك. وانت؟ انا لو اقدر اسيب بيتي، اقدر اسيب ابني. طيب على شرط. قول يا سيدي. ما دمت حابة أم أولادك، ما حبش تبقى لي دور. قصدك تطلق فتحي. اتشرف واقعد معاك. ما تقعد يا عتريس، وانت محتاج اذن. متهيالي ان الكلام معاك الايام دي بقى بحساب يا معلم. بقول لك يا عتريس، انا ما فيهاش عقل الكلام ده. انا سايب ثانيه في البيت بتولد. عارف يعني ايه بتولد؟ يعني بتخلف لي اول عيل في عمري. يا سيدي ربنا يقومها لك بالسلامه. بس مدام خايف عليها قوي كده، شرع ربنا بيقول انك لازم تسأل عن التانية ولو شوية. تانية؟ فتحية اختي، مراتك، نسيتها ولا ايه؟ اقول له سايب ثانية في البيت بتولد يقول لي فتحية؟ ده جرى لعقلك يا عتريس. انا برضو اللي جرى لعقلي، انا اللي قلعت الخيش ولبست الحرير، انا اللي نسيت فحل البصل وكلت الزفر، انا اللي بقالي 15 سايب مراتي ملقحة في البدرول ونسيت نفسي ومايلت دماغي على ريش نعام. مش عيب ان الواحد ينعم في دنيته، لكن العيب انكم تحسدوا غيركم لما ربنا ينعم عليه. انا حسب لكم القهوه باللي فيها عشان تاخدوا راحتكم في الكلام عني والقر عليا، واللي حبيته كمان اسيب لكم الحاره بحالها، ما عنديش مانع. وانت كمان قول لاختك تنساني وتنسى شكلي من دلوقتي. اختك طالق. ايه الاخبار يا مصطفى؟ لسه دايما معاها جوه. يعني مفيش صوت مفيش حس؟ هدي اعصابك اموال يا معلم سليمان. طب ما تدخل لها انت يا مصطفى. ما يصحش يا معلم. وايه بس اللي ما يصحش؟ مبروك يا معلم ولد. ولد؟ بتقولي ولد؟ لا لا
استني قبل ما تشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا سريع، انت رفعت راسي للسما وسط الناس. يعني مبسوط مني يا سليمان؟ مبسوط وبس، ده انا حطير من الفرحه. سميه ايه معلم سليمان؟ ايوه صحيح، هسميه ايه؟ هسميه ايه؟ يعني سلطه خضرة. صح، خضر، هو خضر. انا هربيه على الفتوانه. لسه بتفكر في الفتوانه يا معلم سليمان؟ ما هو يستحيل الفتوانه تطلع من عيله الناجي. ما هو برضو ابني وقالت السمر يشركة فيه. يعني ايه يا سنيه؟ يعني تسيبه لي ربيه بقى زي ما انا عايز. شوف اما اقول لك، خضر هربيه على الفتوانه. انت بقى جدعاني كده وربنا يكرمنا ويجي لك واد تاني، ابقي ربيه زي ما انت عايزه. بقوا اتنين يا عدريس، اتنين يا ربي. وانا اللي عشت معاه العمر ما خلفش حته عين يفرح قلبي. الله، حتى اعترض على مشيئه ربنا يا فتحيه. استغفر الله، بس كان نفسي يسيب لي حاجه من ريحته افتكره بيها بعد ما طلقني. كان نفسي ابقى ام في توت الحاره زي ما كنت مرات في توت الحاره. ما بقاش منه يا فتحية، ما بقاش منه يا أختي. سليمان طليقك والف على أكل اللحمة. أنا بقيتش عارف أودي وشي من أهل الحارة فين. ربنا يستر على اللي هيحصل. صباح الخير يا معلم. صباح الفل يا عدريس، اتفضل. يزيد فضلك ويوسع في رزقك كمان وكمان. يا سيدي، حاجة عشان العيال. ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم. الحقيقة خضر وبكر بقوا منورت الحارة. مش الحارة وبس، دول نورت مصر المحروسة كلها. ولو إن في غلطة في اليافطة المتعلقة بره. غلطة إيه يا عم عدريس لا سمح الله؟ اهلا يا بكر، صباح الخير يا خضر يا ابني. صباح النور يا عم عتريس. سمعتوا الكلام؟ احب اعرف الغلطه ايه. الغلطه في الاسم اللي على اليافطه، بدل خضر وبكر الناجي كان لازم تبقى خضر وبكر السمري. كلام ايه ده يا عتريس؟ دول جايين من صلب راجل يا جدع. راجل وابن راجل يا معلم سليمان. انما بقى عاشور الناجي وشمس الدين الناجي اللي هو المرحوم ابوك وجد العيال دي لازم عاش ومات وسط الحرفيش، واللي عايز يحمل اسمه لازم يفعل فعله. يعني كنت عايز بابا يعيش ويموت بشحات عرباجي زيك؟ الله 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 الله، مش كنت تقول لي ان كارنا بقى معيار يا معلم سليمان؟ جدنا الكبير كان عرباجي يا عم عتريس، وابويا لحد دلوقتي بيفتخر بكارو القديم. الله يفتح عليك يا ابني. عموما انا مش عايز اعطلك، أنا عارف إن وقتك دلوقتي بقى يتوزن ذهب. اللي عايز أقولهولك قبل ما أمشي، إن الحارة اتيتمت وما بلقاش كبير يا معلم سليمان يا ناجي. كلامك هو اللي بقى أكبر منك يا عتريس. يعني إيه ما بلقاش كبير؟ أمال أنا رحت فين؟ رحت للأغنياء يا معلم. وأنا كفرت لما اغتنيت؟ إن شاء الله ربنا يديك مال قروب. إنما زكي، ادفع حق الفقير. شفتني قصرت؟ مش انت لوحدك يا معلم، كل اكابر الحاره ما بقوش يدفعوا. ما هو محدش مخوفهم، ما انت بقيت معاهم. انا فتوت الحرفيش. مش بالكلام يا معلم، الفتوانة بالفعل. يعني انت عايز ايه بالظبط؟ يكبش ويديهم؟ الكلام ده كلام كبار يا بكر، ما تتدخلش بينهم. يا معلم سليمان انا باقي على العيش والملح، وعشان كده انا بنبهك. بابا ما حدش يهدده. ابوك ما حدش بيهدده يا بكر، اما عتريس بينبهه. شايفني عاجز نظر بتاخد بايدي يا عتريس؟
ده اللي هيوصلك لبر الأمان يا معلم. الحرافيش في جوفها نار أيضا، لو فتحت بقها النار هتخرج من جواها تاكل اللي قدامها، لا هيهمها صغير ولا كبير. أنا هديك دلوقتي قرشين تفرقهم على الحرافيش، دول من عندي لحد ما اتصرف لك في الباقي. افتح باقي الخزنة، طلع كيس فلوس. لا يا بابا لا. وايه اللي لقيت؟ يا بابا الفلوس دي بتاعتنا احنا، بتاعتي انا واخويا، مستحيل اوافق انها تروح للعواطلية دول. غلط يا بكر. غلط ازاي يا خضر؟ الفلوس دي فلوس ابوك يا بكر، وهو ادرى بالمصلحة. إذا كانت فلوسه زي ما أنت بتقول يبقى كسبها بعرق وشقاه، مش عشان يرميها شوية عواطلية ترمي بلاها على سيادها. وبعدين يا واد في الغلط ده، ما تفهم ابنك يا معلم سليمان، قول له الحرافيش دول يبقوا إيه؟ هيكونوا إيه يعني؟ شحاتين، حرامية، بلطجية. اتفضل يابا. خد عتريس، وصل لهم دول، وأنا بعد كام يوم هبعت لك غيرهم. وأنا مصدقك يا معلم. بس على الله بقى هم يصدقوني بالاذن. مع السلامه يا ماتريس. حرام يا بابا، حرام ترمي شقانا في الهوا. اسكت يا ابني اسكت اسكت، انت اصلك ما تعرفش الحرافيش. خلينا قافلين عليهم الباب، ده لو حد فتحه يبقى فتحنا على نفسنا 100 باب من ابواب جهنم. Thank you.
والله راجل ابن راجل. هو انت تعرفه؟ حد ما يعرفش ابن سليمان الناجي فتوتنا؟ هو ده ابن الفتوة؟ تكونيش انت غريب عن الحتة؟ اصلي اتربي عند ستي في طنطا. شايل لها بدوي. بيطلع بالليل بس؟ ايوه، لكن ممكن كمان نوريك النجوم في عز الظهر. الله الله الله، طيب ما طيب احسن. طب يلا جر عجله. انت منين يا شاب؟ ما تتلمي بقى، يلا يا اختي يلا. طب بس اعرف طريقك فين؟ طريقي من ناحيتي، اتفضل بقى امشي. كمان ياك يطلع بعافيه. ما كفايه وليا ايه، انت ناويه تذبحيني على عيد الكبير؟ الحمد لله على كده. وانت يا حبه قلبي ما بتاكلش ليه؟ ما هو كان في اسنانه لما شبع. كنت ايه اللي يخليك تتخانق وتعمل زي الشمحطجيه بتوع السكك؟ يعني عايزين اشوف العيبه ياما واسكت عليها؟ ما تبقاش جدع. نبي تسكت انت وتنقطنا بسكاتك. ما انت لو كنت تعبت وحبلت وولدت وتعذبت فيهم كنت حسيت بشحتفه قلبي وهو داخل عليا مضروب وضارب ياما. اسلم دراعك سليمان يا ناجي، ما تطخنش ودن الواد. ولادي محترمين، ولا هم شضاليه ولا بتوع خناق. اصل يا ماما انت مبسوطه مني، لا بضرب ولا بتضرب. انت يا حبيبي ربنا يكملك بعقلك ويبعد عنك وزات الشيطان واللي من ريحته. وبعدين بقى يو، وانت مالك؟ لو انت من ريحته. انما يعني تستاهل العلقه اللي كلتها مجانا دي. ايه تتكلم عن مين؟ عن الحلوة اللي سايحة دمك. هي اسمها ايه؟ معرفش. طب انت مين؟ معرفش. طب ساكنة فين؟ ما عنديش فكرة. يوه، انت زي بالظبط يا جدع. انت كمان؟ انا كمان معرفش حاجة. انما البنت اللي شفتها النهاردة دي تقولش ايه؟ مصنعية يا جدع. عليها اوام في لفة الملاية، خلاني الف حوالين نفسي كده. الف كده. ألف كده، ألف كده، ألف كده، ألف كده. اللف يتعب يا بكر. التعب على قد الأجرة يا جدع. وبعدين البنوتة دي تستاهل إن الواحد يرمح وراها لحد بلاد تركب الأفيال. وبعد ما تركب الأفيال أجيبها لحد فرشتي هنا، هنا أهو. يا بني آدم اتقي الله، ما يصحش كده. تتكلم عن بنات الناس عيب. عيب؟ هو الحلال عيب؟ يعني أنت عايز أتجوزها؟ انت تتجوز؟ لو ما اتجوزت ليه؟ ناقص حته؟ طب 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 ما تزعلش روحك قوي كده. انت باين عليك وقعت ولا حد يسمع عليك. وبعدها لك بقى هتفضلي كده لا على حامي ولا على برك؟ ما تنامي. اعمل ايه؟ صرت مش عاوزه تفارق خيالي ابدا. لا ده انت زي ما يكون اتعمل لك عمل. مش عاوز حد يفكه ابدا. سبحان الله، بقى يا واد تبات عاقل تصبح مجنون. جرايه بقى يا ماما، واحنا عشان عايز اتجوز ابقى مجنون؟ ما دمت مش عارف اصلها من فصلها. وهي دي برضه تفوت على ابنك؟ اسمها رضوانة. بنت مين؟ المرحوم الحاج رضوان الشبوكشي العطار. تعرفيه؟ يا زين ما اخترت. ده خالك مصطفى صاحب اخوها ابراهيم الروح بالروح. تبقى تحدد. وهي في حاجه تتعقد في ايدين امك يا واد؟ يا حلو انت حلال العقد انت. امال ابويا حبك ليه؟ احبك يا واد. يا واد انت بتعملي ايه عندي؟ ايه؟ اديني ركبتك. ركبتي ايه؟ اديني ايه؟ ما انا لما اقرصك في ركبتك هحصلك في جمعتك. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مراتي سليمان الناجي الفتاوه جايه تخطبك لابنها. انت بتتكلمي جد؟
انتي وفاء ده اسعد خبر سمعته في حياتي. شفتي؟ عشان لما اقول لك القلوب عند بعضها تبقي تصدقيني. اهو فضل يسال عليا لغايه ما عرف انا بنتي مين وبعرفي نمتو. امال يا رب يا حبيبي يا ابن الفتوه. ولا لا ده بعد ما ضرب الولاد العلقه اللي هي يبقى هو الفتوه نفسه. لا ابدا يا ماما بس سيبينا لوحدنا دلوقتي يا وفاء عشان عايزه اتكلم مع اختك. شوفي يا رضوانه يا بنتي الكلام اللي هقوله لك ده عايزاك تحطيه حلقه في ودنك. حاضر يا ماما. كلها يوم والتاني وهتروحي بيت الناجي طبعا عارفاه. ايوه الفتوه. لا مش هو الفتوه. الفتوه تبقى ثانيه السمري. مش فاهم. ثانيه هي اللي بتحكم جوزها وجوزها بيحكم على الحاره. يبقى اللي جنب في ايد مين؟ في ايديها. يعني لو عايزه تعيشي متهنيه لازم تبقي تحت طوعها. ايوه يا ماما بس انا هتجوز ابنها مش هتجوزها هي. قصدك ايه يا بنت؟ قصدي انا ماليش دعوه لا بالفتوه ولا بمرات الفتوه. انا بتوع جوزي تحت امره وملك ايديه. جوزك يا حبيبي. جوزي؟ جوزي يعني ايه؟ تعالي تعالي ما تخافيش. ما تخافيش. الله الله انت ايه؟ انت ايه؟ مكسوفة؟ تعالي تعالي ما تخافيش. تعالي لو سمحت. انا بك انا جوزك. انت مراتي. الليله الليله هتبقى ام احلى. انا بس انا لحظه كده. مسافة ما بين الناس
بس صدقني ليه؟ أنا قصرت في حاجة. أعمل معروف سيبني في حالي. أسيبك إزاي؟ ده أنا من ساعة ما شفتك أبوك سيبني، بقولك سيبني، سيبني لحسن هصوت. طب 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 خلاص خلاص، بس ما تصوتيش. افتح يا عريس. يا نهار أسود، دي ماما. أعملي معروف، غيري هدومك بسرعة يلا. ما تفتح يا عين مامتك. عذر منعتها أهو، وبالمرة امسحي دموعك. حاضر، ما انا هفتح اهو. حاضر يا هي يا رضوان، اشحي الله لا يسيئك. ما انا جاي اهو. صباحية مباركة يا عرسان، اتفضلي يا عدلات هاني. سلم على حماتك يا عريس. اهلا يا حماتي. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك، اتفضلي. العروس. العروسة، العروسة اهي. انا مسيدة كحلي عروسة، شغل على اسمك. الفطار جالكم النهارده بس، لكن بعد كده هتيجوا تفطروا معانا. اي والله، ده انا صبح ميت من الجوع. يا لهوي، ايه ده يا حبيبتي؟ انت كنت بتعيطي؟ ابدا، وهعيط ليه؟ الف مبروك يا بنتي. عروستك بتعيط ليه يا ولد؟ تعيط؟ دي من فرحتها ولا من خدتك؟ فشل يعني، رفعت راسنا. ما رضيتش يا ماما. ما رضيتش وسبتها. طب وانا اعمل ايه؟ اكتفها؟ يبقى كتفها ان ودين النبي لكم فضحها والى الله. لا بلاش، الليله دي ان شاء الله كله هيبقى تمام، بس هي تلاقيها كانت مكسوفه. بلاش نجرحها ونزعلها مننا. حنين بالقوي، لحية جواد يبقى لها خاطر في قلبك. اسوان اخر سنة. مش تنده لعروستك تفطر معاك يا بكر؟ صحيح. تعالي يا رضوان، تعالي افطري. شفتي المصيبة اللي حصلت لي؟ عرفتني امبارح من ساعة ما شفت العريس قاعد في الزفة بين اصحابه. اخوه، ولا بالي ولا اخوه. وهتعمل ايه في الدنيا دي؟ مش عارفة، مش عارفة، مش قادرة افكر، مش قادرة. وانت بقى ناوية تقعدي النهاردة حاله في سريرك يا عروسة؟ قومي يا رضوانة، حماكي قاعد بره. قومي صبحي عليه وبوسي ايده. وبالمرة تتعرفي على اخوك؟ اخويا؟ خضر ابني اسم الله عليه، اخو جوزك. مش يبقى اخوكي برضه؟ حاضر، حاضر. العروسة وصلت. اهلا 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 بعروسة ابني. الله، ما تسلمي على خبر. في واحدة تتكسف برضه من اخو جوزها؟ عن اذنك يا ابني. خدني معاك يا ابني. ما يصحش نكتم على انفاس العرايس يوم الصباحيه. سيبهم يتهنوا ببعض. سلام عليكم. سلام عليكم. معلش يا خضر يا ابني، الشغل هيتقل عليك شويه اليومين دول. ماله يابا؟ اخوك بقى لسه عريس جديد وعايز يفرح مع عروسته. ايوه لازم يفرح. الله 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 الله. جري يا خضر يا ابني، انت متضايق ان اخوك الصغير اتجوز وانت لسه؟ لا يابا، ابدا ابدا. لو عايز تتجوز شاور لي على بنت اقعص جعيص، وانا اجيبها لحد عندك خدامه تحت رجليك. لا يابا، انا مش عامل حسابي على الجواز دلوقتي. والله يا ابني معاك حق، كانوا خدوا ايه اللي اتجوزوا؟ حاكم الجواز ده عامل لا مؤاخذة زي الجزمة، تفرح بيها أوي ساعة ما تشتريها، بعد كده تقفش في رجليك وتفضل تعرج بيها بقية عمرك. يا ريت الواحد كان فضل حافي. يا
السخايب. ما هو مش بإيدي. ما هي المصيبة إنه مش بإيدك. ما أنا ما أقدرش أخصب. ما هيش محتاجة للغصبانية. أمال بتعرفني ليه بس؟ كهن بنات. لازم مش عاجبها بقى. ليه يا حبيبي؟ فيك إيه يتعايب يا أخوي؟ أنا عارف بقى. يمكن بتتقل عليك عشان تجرك من قفاك، كنت لفها قبل ما تلفك. ماما على فين؟ راح اديها كلمتين في عظمها. ما بلاش يا خا يا خاصين. لما تبقى في بيت الشبكش يا حبيبتي تبقى تأمري وتنهي فيه زي ما انت عايزة، لكن بقى طول ما انت هنا بيت السماري محدش هنا له كلمة غيري. ليه كده يا ننتي؟ هو حصل مني حاجة؟ البيت ده بيتي واللي يؤمر وينهي فيه هو أنا. طب ما هو بيتي أنا كمان. لا يا روحي، هنا بقى الكلمة كلمتي والشورى شورتي. بس أنا بقى ما تعودتش إن حد يمشي كلامه عليا. تبقى زنيتي على خراب عشك يا مرات ابني. خلاص يا جماعة هدي نفسك شوية يا ماما. دي واحدة داخلة ترمي بلاها عليا من غير ما أعمل لها حاجة. معلش يا رضوان يا حبيبتي حقك عليا أنا. وكمان بتستسمحها يا خايب يا نايب يا عديم الهمة والمروة. في إيه يا جماعة؟ صوتكم جايب آخر الدنيا، إيه اللي حصل؟ أمك اتهزقت يا خايب. حصل خير يا ماما؟ أنت عاوزة إيه بالظبط؟ خلاص بقى ما تكبريش الحكاية يا رضوان. صلوا على النبي يا جماعة. انزل أنت بكرة على الوكالة دلوقتي. وأنت يا أم روح انزلي اوضتك دلوقتي. تعالي يا ام تعالي. سيب ايدك من علي، ابعد عني خالص. خسرت التسعة اشهر اللي شلتك فيهم على قلبي. حقك عليا يا ماما. معلش ما تعيطيش. خلاص بقى عشان خاطري. وانا ايه اللي مخليني مستحمله ده كله؟ ما هو عشان خاطرك انت. انا مش فاهم. ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ تحت امرك. اقعد. فاكر لما اتخانقت مع العيال اللي كانت بتعاكسني؟ ايوه. سألت عليك وعرفت ان انت ابن الفتاوة. وبعدين؟ بعديها بكام يوم قالوا لي مرات الفتاوة جت تخطبك لابنها. حصل. دارت فرحتي وقلت ربنا استجاب لدعائي، جاب لي ابن الفتاوة لحد عندي. اخويا زين الرجالة. كنتش عارف ان ليك اخ. يعني ايوه. لكن انا عمري ما فكرت اني اكون لاخوك. انما بقيتي مراته على الورق بس، وعمري ما هكون لحد غيرك انت. انت مجنونه. الكلام اللي بتقوليه ده تطير فيه رقاب. كل اللي هقدر عليه اني اعتبر نفسي ما سمعتش منك اي حاجة. اوعي تفكري في الموضوع ده تاني ابدا. Yeah.
صباحية مباركة يا عروسة. هو ده التمن اللي اشتريتني بيه؟ التمن؟ ده انا ادفع فيك كنوز الدنيا كلها ما كفكيش. هو مين فينا اللي اشترى التاني؟ ده انت اللي بعتي واشتريتي فيا على كيفك. ده انا خدامك. ده انا عبد من عبيدك. ابوس التراب اللي بتغطي عليه برجليك الحلوه دي. يا حلوه قوي. يا حلوه 24 قراط. اهلا يا سليمان. الله مالك؟ الولد حاله مش عاجبني اليومين دول يا سنيه. مين فيه؟ خضر مساهم على طول ومخه مشغول زي اللي بيفكر في حاجه بيدور على حاجه مش عارف. يمكن غيران من بكر عشان اتجوز قبله. كلمته في الموضوع ده طلع انه ما بيفكرش في الجواز. يوه، امال جرى له ايه يعني؟ ما انا بقول لك معرفش، انما انا فكرت قلت اخليه يسافر مع اخوكي يروحوا ويتسوقوا شويه بضاعه للوكاله، يمكن السفر يروق باله. يسافر فين؟ خضر مش ممكن يسافر هو بالحاله دي. اللي هيسافر بكر. يا وليه يا بكر لسه متجوز، سيبيه يتهنى مع مراته شويه. لكن انا مش عايزاها تتهنى بنت الشبكش دي. يا سنيه بلاش افتراس، هي يعني عشان خدت ودك معاك بكلمتين تقوم تزعبلي معاها بالشكل ده؟ لازم اجيب مناخيرها الارض، لازم تعرف ان انا هنا الكل في الكل، وبكر هو اللي هيسافر يا سليمان يا ناجي. اسافر؟ اسافر ازاي؟ ده انا ما صدقت انها ردت عليا. هي مين دي اللي ترضى وما ترضاش؟ هي كانت تقول تتجوز من ولاد السمري ولا ولاد الناجي؟ وهي اتجوزت وخلاص. ويا شوم ما اتجوزت يا اخويا. ما انت بقيت خاتم في صباحها، شبشب زحافي في رجليها. يا ماما حرام عليك، ده احنا بقالنا كام يوم متجوزين بس وتقولي لي اسافر. ومال فيها ايه لما تسافر؟ واسيبك وانا يعني هتاكلني القطه؟ ما انا هستناك لما ترجع. ايوه بس يمكن السفريه طول. اهو كله فايده. ازاي بس؟ غير عنك يبقى فايده؟ قصدي يعني هتتعلم اصول التجاره، تفهم في البيع والشراء. انا عاوزاك تبقى احسن تاجر في البلد، عاوزاك تبقى احسن من اخوك وتضربه على عيني. انت شايفه كده؟ سافر سافر يا حبيبي، سافر وانا هستناك على نار. اتكلم وريح قلبي، ما تسيبنيش كده شايل الهم. بعد الشر عليك من الهم يا عم. صدقني انا كويس، مفيش حاجه. كويس ازاي بس؟ هو انا ما فيهاش عينين؟ ابدا يابا، انا بس زي ما تقول بفكر في الشغل، واكره اخويا اللي سافر، اصله هيوحشني قوي. طيب يا ابني قوم بينا، قوم بينا نروح. اسمعني حضرتك يابا وانا هحصلك. رايح فين؟ رايح القهوه شويه. ومقام الناجي اتغيرت. انت ابني من امتى بتقعد على قهاوي؟ اديني بتسلى. وماله؟ اتسلى يا ابني. سلام عليكم. سلام يابا. الله يمسيه بالخير، المعلم سليمان الناجي كان زمان يقعد وسطينا هنا في القهوة، إنما دلوقتي خلاص بقى مش فاضلنا. الدنيا تلاهي يا عم عدريس. مظبوط يا خضر يا ابني، الدنيا تلاهي، كل واحد ملهي في حمله.
الله يكون في عون ابوك، شايل حملين، الفتوانه والتجاره. معلم سليمان قدها وقدود يا عم عتريس. ما قلناش حاجه يا خضر يا ابني، ما قلناش حاجه، انما يتعب قلبه ليه؟ من غير لف ودوران، قولي اللي في قلبك. شوف يا خضر يا ابني، الحاره كلها مشاكل، الأغنية مقصرة والحرافيش مزمزقة، وعايزة اللي يقف بينهم قبل الاتنين ما يعضوا ببعض. وأبويا مش هيقدر يقف لهم؟ ما قلنا التجارة شغلاه، وأحسن له يتنازل عن الفتوانة. كده؟ بالساهل؟ أبوك تقل وريح، والفتوانة عايزة اللي صاحلها. زي مين يا معلم عتريس؟ زي أنا. عايز تبقى فتوة الحارة يا معلم عتريس؟ آه، واطمن. مقام المعلم سليمان هيفضل فوق راسي. لا يا معلم عتريس، ابدا. الفتوانة اتنشت في الحارة دي على ايدين الناجي الكبير، وهتفضل سلسال عن سلسال بين ايدين ولاد الناجي. وسليمان الناجي طول ما هو عايش هيبقى هو الفتوة، ولا فيش فتوة غيره. انا تعبان الليلة ده سنيع. الليلة دي بس؟ اللي جرالك جرالك من زمان، ما خلاص راحت عليك يا معلم. اخرسي سكتني لو تقدر، اكسر عيني لو شاطر. اخس عليك يا سنية، مش قادرة تستحمليني. هو انا قادرة استحمل نفسي لما هستحملك انت كمان؟ اسمع بقى يا راجل، انت من الليلة دي مالكش دعوة بيا ابدا، اوعى تمس شعرة من راسي ولا تدوسلي على خيال، فاهم؟ فهمت يا سنية، فهمت. ما انتوا كده صنف الحريم زي الدنيا، غدارة اللعبة بتتغير في ثانية في لمح البصر. بس اذا كنت فاهم ان انا خلصت تبقي غلطانة يا سنية. انا هفضل سليمان الناجي الفتوة. فتوة من غير نبوت أحسن له يموت. عشان تقوليها؟ كان لازم اقول اني وافقت اتجوزك انت، اني بحبك انت، ان قلبي مش ممكن يكون لحد تاني غيرك انت. الكلام ده قلتيه قبل كده، مش عايزك تقوليه تاني. هقوله لكل الناس، هقوله للدنيا كلها، هقول لهم اني ما بحبش بكر، لازم يطلعوني، لانه لازم اتجوزك انت. رضوان، انت مش عارفه ايه اللي بتقوليه ده؟ عارفه وفاهمة، ولو حطوني في النار هقول كده. خضر، خضر انت لازم تيجي معايا. ابعدي عني. لازم نهرب. ابعدي عني. خضر انا بحبك. انت مرات اخويا. ابعدي عني. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. تفكر. أنا غلطت في إيه؟ أنتوا كلكوا غلطتوا فيا. أمك شريتني ورميتني تحت رجلين أخوك، وأنا كنت عاوزاك أنت، واعتبرني جسم من غير قلب، ينهش وقت ما هو عاوز. أنت
انت شايفني وانا بتعذب، مفكرتش تمدي لي ايدك، مفكرتش تنقذني من النار اللي بتحرقني كل يوم. انا بتحرق بموت، ارحمني يا خضر، احميني، ابوس ايدك. امشي اطلعي بره، مش عايز اشوف وشي كده تاني بره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصل يا معلم سليمان، سي بكري وصل. يا ألف نهار أبيض، أخوك بكر وصل يا خضر. حمد لله على السلامة يا بكر. الله يسلمك يا بابا. يا ألف حمد لله على السلامة يا ابني. أهلاً أهلاً أهلاً. وحشتني يا بابا. أنت اللي وحشتني يا ابني، أهلاً أهلاً. اجري واد هات لنا اتنين عناب من عند الشرباطي. حاضر يا معلم. طمنا يا حبيبي عملت ايه؟ اما بقى اتفقت لك على شويه بضايع انما هتعجبك قوي. لا وايه؟ اسعار اقل من السوق كله. يعني ما اتغلبتش؟ 12 حتى بسال خالي. وبعد اذن حضرتك بقى انا ناوي السفريه الجايه يعني اسافر لوحدي. كده اهو طوالي. ما خلاص بقى، ما احنا عرفنا سر الصنعه. ايه شغلانه؟ ايه يا خضر؟ مالك مبلم كده ليه؟ ايه؟ ما انتش فرحان اني رجعت؟ الف حمد لله على السلامه يا بابا. الله يسلمك. ما تكونش غيران عشان سافرت وطلعت اشطر منك. ما تقولش كده يا بكر. عموما المره الجايه انا ناوي اخدك معايا واعرفك سر الصنعه. يلا يا عم. انت عارف اني بخاف عليك اكتر من نفسي يا بكر. اه طب اخبار جماعه ايه؟ مين؟ يا اخي رضوان. الله، قاعده في البيت مستنيه جوزها العبيط. عبيط؟ طبعا عبيط. بقى في ذمتك في راجل عنده حس يغيب عن حريمه المده دي كلها ويجي راجع الشغل. في دي معاك حق يا معلم سليمان. صحيح يعني، صحيح انا عبيط قوي يعني. طب طبعا اذنكم بقى. مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه. وده توب اول ما عينيا وقعت عليه شفت كتير، اصل من اللون اللي انت بتحبيه مش كده؟ شوفي. الله، ولا الحته دي كمان؟ يا سلام. شوف يا سلام. ايه ده؟ ولا كمان الحته دي حته حرير اصلي، انما ايه ناعم قوي جلسي كده. بس مش انا اعمل خدودك الحلوه دي. ايه يا رضوان مالك متضايقه ليه؟ ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ ده انا طول السكه بمني نفسي اشوف ابتسامتك اول ما ادخل عليك. فاهميني ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. قلت لك مفيش حاجه يا بكر. انت بتعيطي كمان؟ يبقى لازم في مصيبه حصلت. هي ماما مفيش غيرها. زعلتك مش كده؟ ابدا ابدا يا بكر. ما هو مش معقوله يكون بابا ده بيحبك كانك واحده من عياله. كنتش خضر؟ هو خضر، هو ما فيش غيره. اتكلمي يا رضوان، قولي لي عمل معاك ايه؟ ما تخبيش عني حاجه. بكر ما فيش داعي تقلب المواجع علي. حصلت لدرجه المواجع؟ كل اللي اقدر اقوله لك احنا مستحيل نقدر نعيش هنا تاني. لو بتحبني صحيح لازم تاخدني في اي مكان تاني عشان خاطر يا بكر. ان شاء الله حتى في بدرون، في اوضه في وسط طوح. المهم تبعدني عن هنا، خدني بعيد عن الخطر. الخطر؟ بكر منك للتقبل. انا هشرب من دم. الحمد لله على السلامه. واحد بعدين يا ماما بعدين. نكدت عليا يا اختي وتممتي بدله؟ ما تفهميني عملت في ايه؟ ما هو كان عندي، ما سألتوش ليه؟ وايد عندك كمان 12 قرداب بعدس اسناوي بين اصفر وبجبه. يا جاوي! يا خاين اللي غشاش! خطار! انا اعصب من دمك! اعملك على بيت تدخلني يا جاوي! تدخلني! ايه ده؟ انا بكر تكلمت! انت خاين يا بابا خاين! انت عدى على مراتي! رضوان عمرها ما تكذب يا كل! ايه تعالى انت انجننت لو ايدك اترفعت على اخوك مره ثانيه هقطعهالك! ايه يا اخوانا بنوا بيت كده ليه؟ ايه مولد ولا انا جوز؟ يلا كل حاجه يروح لحاله يلا. دور اللي قدام على البيت نلم فضايحكم بين اربع حيطان يلا. الحقيقه
السواد ليله اللي هيخبي حاجه من اللي حصل. رضوان اتكلمي. قلت اتكلمي مش عيطي. ايه اللي حصل؟ قلت ايه لبكر؟ كل اللي قلته اني عاوز اسكن بره. ده كلام ما يخرجكش عن العقل. لكن معناه انها مش عايزه تعيش في بيت واحد مع النجل ده. والسبب؟ كان باين على وشها يا بابا. انا عايز كلام صريح. رجعنا تاني للعياط. ايه اللي حصل؟ انت يا خضر ايه اللي عملته؟ ربنا شاهد وما طلع. اني ما دوستلهاش على طرف. يا معلم صل على النبي. هو اكيد فاهم غلط. ما حدش طلب شرطك. وما قامل حسين. الشيطان دخل بيتنا. لو الشيطان دخل بيتنا يبقى احنا اللي فتحنا له. عين وصابتنا يا ناس. انا عايز اعرف اس البلا مين؟ مين السادي ومين الكذاب؟ مين البريء ومين اللي يستاهل حل دمه على الخراب اللي عايز يجلبه للبيت وللعيله؟ اتكلموا. رد يا رضوانه. عايز اسمع صوتك يا سخن. هرب يا بابا هرب. تعال يا ولد. شفت يا بابا؟ ولا فيش بريء يهرب من تهمه. اعترف المجرم. اعترف بعملته السوداء. طب زي ما هو تعب قلبنا عشان نشوف لابنه، هو يتعب معانا كمان شويه. يعني ايه؟ يعني يا معلم عتريس يهز طوله ويلف لازم على اكابر الحاره ويجيب لنا حقنا. يا سلام. يدور لكم على حقكم ويسيب دونا ضايع. ما كل واحد فينا شايف ابنه بيضيع منه من الجوع. مش ناقص منا غير نمد ايدينا للسؤال. وماله؟ شرف انكم تشحتوا عشان الفتوه بتاعكم. احلم عن الناس فتوات. الفتاوى موجود وهيفضل موجود. انا المعلم سليمان الناجي فتوة الحاره، وكلمتي سيف على رقبة اي كلب يفكر انه يهوى او في وشي. روق امال يا معلم. معايا في اللي قلته عتريس ولا انت شايف حاجه تانية؟ انا طول عمري محسوبك وتحت امرك. اتفضل استريح. اقعد. قهوه وشيشه للمعلم. ياه ما بقاش في حاجة لها طعم يا عتريس من ساعة ما راح خضربني. هيرجع بإذن الله. تلاقيه بس مكسوف من اللي حصل. ما تقولش مكسوف. مفيش حاجة حصلت تخليه ينكسف. مفيش حاجة مست شرف عيلة الناجي. ده كلامك أنت يا معلم، إنما الناس بتقول غير كده. حاطع لسان اللي يمس ابني بكلمة واحدة. محدش يتكلم عن خضربني. سلم عليا. مش قادر. مش قادر عتريس. أنا اتسليت عتريس. إيديكم يا رجالة روحوا البيت. عتريس. لا. ما تودينيش عند بنت السمري. وديني عند بنت الغصول. عند فتحية. مننا ان نجيبه على عندك. بيته ومطرحه وانا خدمته تحت رجليه. مش قلت لك اصيله يا عتريس؟ يا ساتر. السلام عليكم. تعال. السلام. تعال يا شيخ مخلوف. تعال اكتب كتابي على فتحيه. خليني ارجع لاصلي. موافقه يا فتحيه؟ عمري رفضت لك طلب يا سيد الرجالة. ريح يا قلبي يا رضوانة. ريح يا قلبي وقولي لي خبرة عملية. ما انتش عايز اسمع اسمه، ما تجيبليش سر. لا انا لازم اعرف. خلاص روح دور عليه واساله. هتدور على العرب نفسه.
فلازم تدور عليه، لازم تجيبه، لازم تلاقيه من تحت الارض. ده نادي قاسي، قلبه ميت، قلبه ميت قوي يا بكر. ما تلمسنيش، قلت لك ما تلمسنيش 100 مرة. طيب طيب، ما تزعليش نفسك، أنا مش عايز أشوفك زعلانة، أنا رقبتي فداك، أنا بحبك أوي، بحبك أوي يا رضوى، أنا بحبك. أنا بكرهك، بكرهكوا كلكم. بلعن اليوم والساعه اللي انا دخلت فيها بيتكم، اليوم اللي اتولد فيه عذابي، اللي اتحرمت من الهنا اللي انا كنت بحلم بيه. في الاخر يهرب خدمة، يهرب. فاهم يعني ايه يهرب؟ كان لازم يهرب عشان هو عارف لو فضل انا كنت هعمل فيه ايه، كنت هقطعه وهوريك لما يرجع انا هعمل فيه ايه. ده لو رجع فاكر خدر خلاص مش هيرجع، مش هيرجع تاني. انا كمان عاوز اخرج، هخرج ومش هرجع، هخرج ومش راجع هنا تاني. طيب يا حبيبي، هرجع بيت اهلي. انا مش ممكن اسيبك تخرج بساعتي. سيبني دلوقتي، سيبني في حالي، روح بس في حضن امك. طيب انا هروح ابات في حضن امي، بس مش عايزك تزعلي. مالكش دعوه بزعل، مالكش دعوه بيا خالص، ابعد عني بقى. حاضر يا حبيبي. انا مش عارف بس انت عصبيه. ولو رجعت تاني يا خضر الكلب مش هيكفيني في كلب موت، عشان انت السبب، انت اللي خليتها تزعل مني وتطردني. لكن ازاي تقول لي اطلع بره؟ ده انا اللي ما اقدرش ابين لي عشان بحبها يا لالا. وامان يا لالا، يا لالا، امان، امان يا لالا، يا لالا، امان. وامان يا لالا، يا لالا، امان، امان يا لالا، يا لالا، امان، امان يا لالا، يا لالا، امان، امان يا لالا، يا لالا، امان. بس انا جدع، انا المعلم واكبر معلم. بعتهولك ينام في حضنك عشان تشبعي بيه. بعتهولي ولا شفته؟ يبقى خرطولي الوز. طفشتيه؟ طفشتيه هو كمان زي ما طفشت اخوه؟ وهو عمره اخر ما جاش لحد دلوقتي. ذنبي والنبي، ذنبي. ذنبك عشان عملتلك قيمه وجوزتك الامله؟ امله؟ جوزتني راجل مالوش قيمه، ابن امه اللي اتربى في حجرها وكبر في حضنها. والنبي، والنبي ببقى رضوانه اما هجبته هو الاخر زي اخوه واخليك تدوري عليهم هما الاثنين. الشر بره وبعيد، الشر بره وبعيد، يا ولد الشقي وابلعيها. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه واسوي ايه؟ الواد راح فين لحد دلوقتي؟ يكون راح يدور على اخوه. طب هيدور عليه فين؟ طب والراجل الكبير انخفى الاخر فين؟ أمان يا لالي، يا لالي، أمان، أمان يا لالي، يا لالي، يا لالي، يا لالي. لا تشكعوا ولا سكران، أنا مبسوط. اهدى يا حبيبي، دي مش عوايدك. من هنا ورايح هتبقى عوايدي وعوايد اللي خلفوني. وهو فين آخر اللي خلفك؟ ما هو بكره آخر ما جاش لحد دلوقتي. الله، أنت بتضحك يا واد. قصدي تلاقيه رخر بياخد قرعتين. طب قوم يا شقة، حالي قوم اغسلك يلا. لا لا اوعي، عشان رضوانة لو شافتني معاكي هتقولي يا ابن امي.
لك صباح ولا تتهني يا رضوانة يا بنت الشبكشي. افتحها يا رضوان. رضوان يا بابك. أنا أقول أبريه انكسر يا فتحية. بعد الشر عليك من الكسر يا سيدة الرجالة. أنا اللي أستاهل. من فات داره اتقل مقداره. مقدارك محفوظ فوق راس الحارة كلها. اشتريني في شدتها يا فتحية. ده أنا أشيلك في عينيا وأغطيك برموشي. يا سندي وعزوتي. كلامك ده بيخليني احس اني كنت قليل الاصل. انت ابو الاصول كلها يا معلم سليمان. رميتك ورحت لسنية. رحت للنار برجلي. قضى وربنا نجاك منه. انا بس خايفه لا تسبب لك في مشاكل مع سنية واولادك. ولادي؟ امال فين ولادي؟ عليه العوض ومنه العوض. في الفتوانة والمال والعيال. حلت اللعنة عليك يا سليمان يا ناجي. مش تهوينا بقى يا معلم بكر. ايه هويكوا دي؟ صحيح قاعد عنوتة لكن هدفع. مش زيري هدفع. يا سيدي احنا مش عاوزين منك حاجه، احنا عاوزين نروح، احنا بقينا بكره. بكره؟ ازاي بكره يجي من غير ما اقول له؟ ده انا المعلم، انا اللي كلمتي تمشي، قال بكره ايه؟ تصور بكره يجي وانا مفلس. المعلم بكر سليمان الناجي مفلس. ألف لا بأس عليك يا معلم. كله بأمره. يا معلم سليمان احنا بقالنا 3 أشهر ما خدناش ثمن البضاعة. الصبر جميل. وكل ما نيجي نطلب حقنا يقولوا لنا المعلم مش موجود. مسير الغايب يرجع. وهيرجع امتى بس؟ لما يهون الأوهام. أنت. يا أخي قوم بقى. يا اخي فوق اصحى ده احنا اتضحينا. ها يا رضوان عايزه ايه؟ عاوزاك تفوق لروحك. فوق ليه؟ انت ما عندكش دم؟ ما عندكش مروه؟ اعمل بيهم ايه؟ ابوك راجع لمراته القديمه. طب ما يرجع. وامك من ساعه ما عرفت وهي هجم البيت على حل شعرها. هتهج يا اخي. اعمل حاجه. اتصرف يا ابن امك. عشان اتصرف اعمل ايه؟ انا كنت قادر اتصرف مع مراتي. عشان عايزين اتصرف مع امي. رضوان غطيني. غطي غطي وصوتي. Thank you.
مفيش يا معلم. مرحبا معلم. اهلا يا عتريس. مالك سحنتك كده زي ما تكون عايز تقول حاجه؟ مش انا اللي بقول يا معلم، الحاره كلها اللي بتقول. ولامتى الحاره بطلت كلام؟ بس كم عن كلام يفرق. وعلى كل حال انت سيدنا وابن سيدنا، وحق العيش والملح عليا ان افطنك على اللي بيتقال في حقك. يا حصاله تتكلموا في حقي؟ اقطع العرق وسايح الدم. طلق بنت السمري. بتقول ايه؟ انت بتستجري تتكلم على حريمي بالبطالة يا كلب؟ ما تتعفاش عليا يا معلم سليمان. احكم على مراتك الاول قبل ايدك ما تتمد على حد فينا. ده انت سيرتك تدق على الربابة. كلاب كلاب كلاب. مش حنيت لاصلك الواطي ورجعت للاسطبل اللي جبتك منه؟ الاسطبل ده اطر من سرايتك اللي ريحتها فاحت للرايح والجاي. قطع لسان اللي يتبلى عليا بايوها بلوى. تقدري تقولي لي لابسه كده ورايحه فين دلوقتي؟ وانت مالك؟ وانت ليك حكم عليا؟ انا ليا عليكي حكم ونص. انت لسه على ذمتي، انا جوزك وانت مراتي. عندك حق يا بسليمان، دي جابت لنا العار. اخرس يا وش الشوم ياللي محدش فتح بابنا للخراب غيرك. الخراب جه من نيتك السودا. خدت الراجل وهو في توه خالتيه مش قادر يسلب طوله، وابنك اللي مربياه في حجرك مخلياه ابن امه. كلمه توديه وكلمه تجيبه. ايه اللي حصل يا جماعه؟ مش معقول كده يا رضوان. خلاص يا ماما. خلاص؟ سمع كلامها وتقول لي خلاص؟ بتتبلى عليا زي ما اتبلت على اخوك وانت واقف تتفرج وتقول لي خلاص بدل ما ترمي عليها اليمين؟ اشتري اسمك وطلقها يا بسليمان. طلقها قبل ما تخرب اللي فاضل يا بكر. يا بسليمان طلقها قبل الناس ما تاكل وشك. ما خلاص سيرتي بقت على كل لسان، فضحتني وجرستني، ما بقتش اقدر ارفع عيني في عين اي حد. سمعتي راحت على ايدين مراتي، وفلوسي راحت على ايدين ابني، وصحتي راحت من قهرتي على اللي طفش ولا رجعش. حلت عليا اللعنه وانت السبب السنية. طب انا بقى سايبالكم البيت مطبق على دماغكم وماشيه، الهي يغرق فيكم. مفيش وقت للكلام، لازم نسافر نهاجر. يلا الله، ما بقناش وقت الحاره بعد كده. ما بقناش ليه بقى يا اخوي؟ بهدلوني يا رضوان، حتى العيال بيعانوني بامي وعمايلها، حدفوني بالطوب، حتى الصناعيه عرفوا مني زي ما اكون جرب. لازم نمشي يا رضوان، لازم. يلا يلا. بس تمشي مش لوحدك، الباب يفوت جمل. وانت؟ ده بيتي يا حبيب، مانيش منقوله منه. عايزه تقعدي في الحاره بعد اللي قالوه على امي؟ امك يا نور عيني مش امي. لازم نمشي لوحدك واسيبك. تبقى خفيت عن قلبي همه. انا هم قضى وانكتب على جبين الحب يا عمري كله. بالعذاب يا ضنحال. تكرهيني يا رضوانه؟ بكره عيني اللي بتشوفك.
انا بحبك وانا مش طايقاك بعبودك. طلقني. اطلقك؟ ده لو عندك دم. ما اقدرش لانك مش راجل. انا عبدك وانا مش محتاجة عبيد. انا عاوزة اكون جارية للراجل اللي انا بحبه. الراجل اللي انت بتحبيه؟ انت بتحبي حد غيري؟ هو مين؟ كلمي. عرفتي انت؟ شفتي انت؟ حبيتي انت؟ عرفته قبل ما اعرفك. شفته قبل ما اشوفك. حبيته قبل ما اتبلى بيك. اسمه ايه؟ لازم اعرف اسمه ايه؟ اسمه مش غريب عن اسمك. شايل من اسمك كتير. دمه قريب من دمك قوي. لا لا ما تروش. مش عايز اسمعه. مش عايز. من يوم ما هرب وانت مش عاوز تعرف. لكن هخليك تعرف. هخليك تحس بالعذاب اللي انا حسيت بيه. اللي بحبه. اللي بحبه اسمه خضر. لا اخوك. لا ايوه خضر اللي انا بحبه. كل نقطه دم في عروقي عاوزاه. كل حته في جسمي متشوقاله. كل نفس طالع مني بيندهله. عرفت؟ ارتحت؟ والغدر ده دم فين؟ تبعته شرفي فين؟ على سريري وسريرك. احرس! انا اشرف واحده في عيلتكم. وخضر ده اشرف راجل انا قابلته في حياتي. اترميت تحت رجليه ورفضني. كفايه بقى كفايه. بكيت له وبسهرش فيا. بهدله روحي واشترى شرفكم. خليك راجل زيي وطلعني. ارمي عليا اليمين وريحني وريح روحك. لاني عمري ما هاكل لك ابدا. ابدا. فاهم يعني ايه ابدا؟ لا. انت ملكي. فاهم يعني ايه ملكي؟ مش ممكن اخلي حد تاني يستمتع بيكي. انت فاهمه؟ لا. لا. المزاد هي المزاد وكانت خضر وبصر النادي في المزاد. هنا المزاد هنا المزاد وكانت النادي في المزاد. هنا المزاد هنا المزاد هنا المزاد وكانت النادي في المزاد. نعم يا معلم سليمان. ما تقدرش تستنى شويه؟ استنى مين يا معلم سليمان؟ بطل وغطس محدش لاقيه. مين غيره هيدفع؟ دوري مزاد خلينا نخلص. ما يمكن يعني. ما بقاش فيها يمكن يا معلم سليمان. الوكاله وهتتباع الوقت والبيت اخر وهيتباع الاسبوع الجاي زي النهارده. الا اذا السما بقى نطرت عينيكوا سنه فلوس. ولا يمكن مطرح ما انت قاعد تدب الارض تطلع فلوس. يا اخوانا عايزين نروح اشغالنا. دور المزاد يا دلال وخلصنا. فتحنا المزاد الوكاله باللي فيها 100 جنيه 100 جنيه. مين يزود؟ 100 جنيه 100 جنيه. مين يزود؟ 110 هناك 110 هناك. مين يزود؟ 110 110. مين يزود؟ 110 بيه. مين يزود؟ 120 120 120 هنا. مين يرفع السعر؟ مين يزود؟ 150 150 هناك. 150 150. مين يرفع السعر؟ مين يزود؟ 150 هناك. 170 هناك. مين يزود؟ مين يزود؟ مين يرفع السعر؟ 200 جنيه 200 جنيه لحد جمعة. 200 جنيه لحد جمعة. مين يرفع السعر؟ مين يزود؟ مين يرفع السعر؟ 500 جنيه. يا خضر خضر ابنك رجل يا معلم سليمان. انك رجعت بخير. ايه اللي حصل يا حاج جمعه؟ انا مش عارف ايه اللي جابه زي القضاء المستعجل ده. ما كان يستنى لما المزاد يخلص وكنا لهفنا الوكاله. ما كان مخفي وارتحنا منه زي ما خلصنا من اخوه. يا جماعه ما تاخذونيش.
اني قطعت عليكم المزاد، بس انتوا اهل اصول ولا يردكوش ان ملك الناجي يروح للغريب ولسه ولاده بتدب على وش الدنيا. مفيش مزاد، واللي ليه غرش عند اخويا هياخده مني. احنا اتولدنا من صلب راجل واحد ومن بطن واحده، ولحد ما نموت هنفضل انا وهو ايد واحده. اصيل يا ابن الناجي، اصيله بذره عاشور. الليله انتوا معزومين على العشاء في بيت المعلم سليمان الناجي، وكل صاحب حق هياخده فوق منه الف بوسه. اشكر يا معلم خضر. طول عمرك شاهد. سلامتك الف سلامه يابا. من بكره هاخدك عند اكبر حكمه في البلد، وبعون الله هتخف وهترجع زي ما كنت واحسن. لا خلاص، ربنا فتحها عليا وبقى معايا فلوس كتير، وكلها كلها ما تساويش تراب رجليك. اطمن اطمن يابا، وبكر كمان لازم يطمن ويعرف ان الوكاله هترجع زي ما كانت. بكر ما هو اللي خربها وحتى ما جاش يقعد على تلها؟ امال هو فين يابا؟ تلاقيه في الخماره ولا في حضن مراته؟ انا هروح ادور عليه واجيب واجيلك. عن اذنك يابا. ربنا يجعل لي فيك العوض يا خضر يا ابني. هات لي قرعه. اسمك ايه؟ ده كفايه كده يا معلم بكر. بقول لك هات لي قرعه تانيه. يا راجل ارحم صحتك، ده احنا لسه في طلعه النهار. راح يوعظني. ما تنقطش مسكتك يا اخوي وجيب لي قرعه تانيه. لازم القرعه. صحيح، صدق من قال يخلق من ظهر المعلم مبلم. يا رضوانة وكلميني، مين اللي عمل فيكي كده؟ بكر. بكر؟ بكر قطع لك هدومك بالشكل ده؟ فاكر هيقتلني وحبسني وقفل عليا باب البيت بالمفتاح. وكل ده عشان ايه يا رضوان؟ عشان قلت له الحقيقة، عشان فهمته ان عمري ما حبيته، عشان قلت له اني بحبك انت. عقلي يا رضوانة. لا يا خضر، دي الحقيقة اللي مش هنقدر نهرب منها أبدا. أمال بكر راح فين؟ أنا ما يهمنيش هو راح فين دلوقتي، المهم إن أنت رجعت لي تاني. أنا ما رجعتش عشانك يا رضوانة، أنا رجعت عشان أنقذ أخويا وأبويا من اللي هما فيه. لا، مش هسيبك تاني، حرام عليك، ما تسيبنيش تاني. هو بكر راح فين؟ أنا لازم ألاقيه. لا خضر، ما تسيبنيش يا خضر. أنا بحبك، أنا بحبك يا خيبة، حياتي كلها ضاعت عشان بحبك. اديتك كمية عمليه هنا.
وقتنا. لا 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 لا. لقيت اخوك يا خضر؟ ابدا يابا، ما لقيتوش في البيت. رحت له البوظة قالوا لي لسه ماشي. بوظة الصبحية اللي بنيته عيلة الناجي في سنين، هدوا أخوك بين يوم وليلة، عليه العوض ومنه العوض. سليمان يا ناجي، رد على فتوة الحرافيش يا سليمان يا ناجي. امتى كلابها عاوت على سبعها عتريس؟ لما سبعها وقعت سنانها واتقطم وسطاها يا سليمان. انت عايز تعمل فتوه وانا موجود يا قد؟ توجودك بقى زي عدم. لو عايز تفضل فتوه على الحرافيش ارفع نبوتك وخشالي. الفتوه انا مش بالنبوت وبس يا عتريس. امال بالنيه يا سليمان؟ الفتوه انا شرف واخلاق وشهامه، ودي حاجات اتولدت في عيله الناجي ومش هتخرج منها. ما خرجت وخلاص. ونبوت الناجي اللي ياما خوف ناس بقى عكاز يتسند عليه المكسحين. حتى شوف. كل وقت وليه أدان يا ابن الناجي، وأنا الوقت بقى وقتي والزمن زمني. حد عنده كلام غير كده يا رجالة؟ عتريس عتريس اسم الله عليك يا رجالة، اسم الله عليك بقوة بقوة، اسم الله عليك عتريس عتريس، اسم الله عليك يا دير الرجالة، اسم الله عليك بقوة بقوة، اسم الله عليك عتريس عتريس، اسم الله عليك يا دير الرجالة، اسم الله عليك. ريس، أنت خدت أبويا غدر وهو عاجز، وأنا كنت أقدر أخدك غدر وأنت مديني ظهرك، لكن الفتوانة زي ما قال المعلم سليمان شهامة وأخلاق، وانت لو عندك شهامة انزل وارفع نبوتك قصاد نبوت الناجي. انزل يا عتريس، انزل وارفع نبوتك، انا واقف لك راجل لراجل. مش انت راجل برضو؟ ونعم الفتونة ونعم الأخوة. خضر الناجي، اسم الله عليه اسم الله عليه، افتوى بقوة، اسم الله عليه اسم الله عليه، خضر الناجي، اسم الله عليه اسم الله عليه، 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 راجع من غرفتك عشان تنعس لحمي يا جمال. مش انت اللي لازم تموت يا رضوانة؟ مش انت ولا خضر؟ صدقني يا بكر ولا خضر،
خضر عمره ما فكر يخونك. خضر كان بيحافظ على شرفك، على بيتك وعليا. لا تقول، اوعى تموتي وتسيبيني. بحبك، انا عملت كل ده عشان بحبك. خضر، الحمد لله ان انا هموت بين ايديك عشان تبقى انت اخر حاجه بتشوفها عينيا. لا الغايب رجع والحاضر غاب، ولا موجود إلا خالق الوجود.